اهلا وسهلا بكم متابعينا مره اخرى على البث المباشر من مدينه القرى احد القاعات الرياضيه مع واحد البطل المغربي بطل مغربي في كاراتي كونتاكت اللي بغى يتحدى المثير للجدل هشام اللولي وكيوجه لي دعوه للتحدي. معكم عثمان رفيق بطل المغرب 6 مرات في رياضة الكاراتي كونتاكت من 2015 حتى 2020 على التوالي. يعني جميع الابطال كيعرفوا عثمان رفيق في رياضة الكاراتي كونتاكت بطل المغرب. وكنوجه الدعوة لهشام اللولي باش يلعب معنا هنا في الرينج. عندكم عندنا الرينج بروفيسيونيل عندنا رينج بروفيسيونيل ما بغاش هادشي بغا نلعبو في البطولة المغرب نتلاقاو ونلعبو معاكم في نفس الوزن كيما صرح بها البارح في شوفتي. كيفاش قلتي لي انت نفس المواصفات اللي عنده؟ هشام اللولي ديجا تلاقينا حنا وياه في 2012 في كوب بريزيدون لعبنا عصبة ديال كازا المنتخب ديال كازا مع المنتخب ديال فاس هما عندنا الشواهد مع المنتخب ديال فاس ولعب مع الدري صاحبي كان هو تحت الدري صاحبي وبغيت نلعب معاه في الوقت وبقى من شهر بقى في الحال قلت كان عليا نلعب معاه في الوقت قلت ديجا رابح من اللولي قلت بغيت نلعب معاه في الوقت ونرابحو مع الشهر من شهر نقول لهم ديجا راه رابحو ودابا جات الفرصه من بغينا سميتو بغينا نعاود نلعب معاه. المهم هذه هي هذه الفرصه ديال التحدي طلق المثير للجدل هشام اللولي بغيتي تزاد الفرصه هذا الماتش وانا متاكد الماتش غيكون زوين ما فيه لا تعناق لا حتى حاجه كومبا غدوز طوب ما يكون حتى شي خطا مني حيت ست البطولات عمرني ما خرجت من الرينك من طابي باسبور عندي في كارت كونتاكت من 2015 2020 ما فيش خساره هذه هي كوب دي بريزيدون ديال فاس هي اللي لعبتي مع المنتخب ديال كازا مع المنتخب تاع فاس وكان فيلم اللولي كان مع النادي ديالو يعني عنده الحق يلعب في كارت كونتاكت مي بلا ما يتسرب لينا هذا هو البطوله ديالي كارت كونتاكت هي اللي كيدير من اللي كيدير من اللولي رديش لعب معنا هذه بطولة المغرب شامبيون دي ماري في 2015 وهذه 2016 هيا وهذه 2017 أرض في ميدان هذه 2018 وهذه 2019 وهذه 2020 هادو السبع على التوالي وعاش الميدان يعني هيا هنا الفوق ناسيونال هيا الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه والأساليب المشتركة هما كرسي ناسيونال لي ميداي كاملين يعني غير ما بغا يتهرب يعني كنوجه ليه التحدي من هذا المنبر كنوجه ليه التحدي من هذا المنبر بغا يجي عندنا لمدينة القارة نستقبلو أحسن استقبال يكون بالأمن بكرسي يجي مع الجمهور ديال بغا نديروها في الساحة نديروها بغا نديروها في الريف بغا بطولة المغرب راه هو قال لي امبارح شوف تيفي
قال لهم انا بغيت مقابله قانونيه بلي بوان كل شيء نديروها معاه ماشي مشكل. لا مستعد لا مكسوز. قلت رئيس لجنه التحكيم تهضرت معاه قلت له باغي نتحدى هشام ملولي رئيس لجنه التحكيم فريدو كارت كومبار. قال لي مزيان تحدى في الجامعه يكون لنا الشرف في الجامعه باش يحضر هشام ملولي انا يكون واحد الاجواء زوينه بالنسبه لبطوله المغرب في كاراتيه كومبار اللي حضر فيها. وهذا الشيء اللي انا كنت منه قبل التحدي يعني انت كنت مجهني من هذا الدعوه اللي هشام الملولي هشام الملولي قبل التحدي وكنقول ليه بعدا دوز كومبا زوينه ماشي بحال هادشي ديال اللي طرا مع نزار ولا مع جدراهم يعني كومبا كيفاش شنو تقييمك على هادشي اللي طرا مع نزار ومع جدراهم؟ مع جدراهم الكومبا دار العراق يعني الا شافوها الاساتذه وداك الشيء كيبان لك مستوى ضعيف بيناتهم جوج يعني كيضربوا بالسفينكاس سفينكاس كيهبطوا كيطيحوا ما كاينش كومبا خاص تبقى في تلعب واحد الحلاوه كيما كيبان لك هادشي بروفيسيونيل. بالنسبه لمع نزار نزار هذيك مع نبيها هذا الدري بعيد على الرياضه خاصه بغا يمشي تريني تريني واحد عام ولا عامين عرفتي حيت هو هشام الاولي راه ماشي شي واحد ساهل راه لا كونديسيون فيزيك عنده مخيره باش كيرولي كدا راه غيكون خدام على شحال عنده خدام كوغير هو خاصو غير لا تكنيك هذاك هشام الاولي لا ترينا واحد العام في واحد لاصال وكريم مع ابطال راه حتى واحد ما يقدر يقول قدام كاين دابا عاد اللي فوات هاد المراحل دزنا منهم انا اصلا كانت عندي كومبا في 2012 وصلت مع محمد غروج لعبت معاك شي لعبه كاراتيه دزت ليه لعبت مع واحد قسم لي لعبت مع بنيك هو عاد مع 90 كيلو وانا عندي 67 فايتني ما عرفتش شحال من كيلو لعبت معاه الضربه الاولى ضربني هنا صافي انا ولا كيبان لي الضباب ومن بعد ترينيت عام ترينيت في البرنوسي ترينيت في البوكس عاود ترينيت مع صحاب صونغ مصطفى سليم ترينيت عند محمد كرامي كيترين بالمنتخب ديال العصبه ترينيت عند طيب اللي عنده بطل العالم سفيان مرزاق وبطل المغرب مروان اسرقا يعني كترينا مع الابطال كيعطيو بالعصا مزيان ولكن ملي كتسمي تلعب مع واحد الفريق كتفخر يعني خاصو من الاول بغا يوصل خاصو يمشي ياكل العصا مع الابطال في اللي صار قد ما كان العصا مزيان قد ما غيكون بطل من الاول يعطيه عام يمشي يتريني مزيان اللي صار كامل يتريني مع ابطال العالم بحال هذاك الشيء عند سميت سعد الطيبي بسباسه حتى تمزري فانتي كاين سفيان بطل العالم يبريباري مع سفيان غينصحو غيولي كيما انا. انت قلتي لي انت تلاقيتي مع ابطال مع سفيان مرزاق صديق ديالي كاين تصاور ديالي معاه في الفيسبوك بطل العالم بطل افريقيا دا احسن بطل طوكيو في بطل العالم وملي كنت بريباري معاه كيحضر معايا في المباريات كيحضر معايا في مباريات مراكش وكيجي بريباري معايا بعض المرات كنت شحال نقول ليه كندير شدي فوق يقول لي هذه حيله هذه دايره وكتستافد منه ملي كتولي كان غير تتفق معاه مش تربحو غير تولي تشاد معاه راه كوليتي مزيان يعني باش يولي هو المستوى ديال هشام الاولي راه يعني كما قلنا لك راه مستوى بحال الابطال الكبار كونديسيون فيزيك كما كيبان لك كتريني بلغاري ريكو هادي راه تريني من الاولي بحال هكا ولكن خاصو هو دابا غير القوانين اللي كاينه في المغرب خاصو دابا يتحدى خاصو يلعب بطولة المغرب يمشي يلعب في الاكسيراف عاد شي يكون شي حاجه ولا يكون فوران باش يكون ساهل اما هذا الشيء يقدر شويه بشويه تيوصل يقدر يلعب بطولة المغرب لا ما حضرتش لعب مريكا بس ما نقولوش شي حاجه ما كاينش من بعد لا ترينيتي مع لا ترينيتي واحد بحال بغيت نلعب مع ريكو خاص يكون اصلا في هولندا ندير مع ابطال واعرين واحد عام دزتي هاد المراحل كامله عندك واحد الرؤيه المستقبليه مع ريكو خاص نتريني على الاقل يكون عندي كوتش مزيان طاقه مزيان تريني واحد عامين حتى ثلاث سنين نلعب مع ريكو ونطلع للكوره يعني شنو هو راه كلشي ولا تسع شهور ما ريكو شنو اصلا هو ريكو فاش تحدى بدرهاري راه ضحكوا عليه قالوا ريكو غيلعب مع بدرهاري كلشي بقى كيضحك عليه وصدق راه بحال بدرهاري وسفيان مرزاق باش غيطلع المنتخب ولا غيتشهر طيح ميلود بحري كان مع المنتخب ضرب ميلود بحري تشهر يعني باش تشهر خاصك طيح فاطر كبير مشهور هذا الشيء هو اللي كاين شكرا لك عثمان وغادي نعطيك كلمه اخيره توجه فيها عاود التحدي دعوه التحدي مع الشباب خونا هشام حنا كنحترموك ونقدروك وكنتمنى لي فان ديالك كنتبعك ومعجب بالرياضه اللي كدير ويحسن لي الشرف نلعب مع واحد كان بوليسي سابق وعن دري نقي عقليه زوينه يا شي كيلعب هو هشام الاولي في ليسا عند واحد مؤدب فهمتي كيقول الدراري شنو هذا اللاعب واش هذه كومبا واش هذه يعني مش شي واحد نقولوا قبيح ولا شمكار ولا شي حاجه يعني يحسن لي الشرف يحسن لي الشرف نلعب كومبا مع هشام الاولي وتكون كومبا زوينه اصلا متاكد 100% ما غنديرش اخطاء معاه
يعني تكون كومبو زوينه. انا واخا تجي فيها الضرب عادي يعني باش تكون بطل المغرب خاص تكون عندك قوه استحمال، كتستحمل الضرب. يعني ما كنتيش كتستحمل الضرب غتدخل في الضربه جوج وترجع للارض، راه قد ما استحملتي الضرب لا تفيكسيغ ديالك ملي يكون لاعب معاك كيضرب كاع عطيه 10 ضربات ثمانيه غيعيا كيعيا صافي كيولي بالك عادي. هادشي اللي كيضرب بطولات المغرب. انا اصلا البطولات ديالي اللي خديتهم كاملين رومي روند كنهز لاكارد ونطرا لا تفيكسيغ، ومن بعد علاش كنسيطر عليه تكيعيا كيولي هذيك الساعه مابقاش يقاوم كما طرا جمال بن صديق مع ريكو كما طرا بزاف ديال الابطال. التقنيه ما يمكنش غادي تدخل باق باق. اولا الماتش اللي كنلعب جوج دراهم والملولي يعني حاطين فيه فلوس كلشي خايف على فلوس اللي غيمشيو، يعني هذاك خايف اللي يمشي كلشي داخل يقلبوا على الكاو. الكاو ما كيجيش لا قلبتي عليه كيجي بوحدو، ولا قلبتي على الكاو كطيح بالكاو. هذا هو اللي كاين. وكنتمناو هشام الملولي يقبل هذا التحدي. قلت لي راه التحدي بغيت يكون على المباشر. بغيناه يكون على المباشر وتكون شوف تي في هي اللي مسيره هذا التحدي، وغيكون ماتش زوين. يعني ما غاديش تشد فيديو تنقص منه وتزيد منه، غيكون على المباشر كما كيلعب بدر هاري مع ريكو ولا شي بطل كيكون كلشي كيتسنى. يعني غدوز واحد جوج دقائق سير الماتش. فهمتي هذيك جوج دقائق ولا ثلاث دقائق ولا خمس 10 دقائق صافي الماتش ساهل. ملي غيسالي الماتش صافي راه ما كاينش فيديو ما غتزيد فيه ما غتنقص. يعني اي خطا درتي ماشي وانا اصلا باش تكون بطل المغرب خاص تكون محيد لك الخلعه. انا شفت مع جوج دراهم جوج دراهم هو كيلعب زوين، يعني هذاك النيفو اللي لعب به وما خايفش من الملولي راه مزيان، ولكن باش تكون ما كتخافش في الكومبا ولا تفيكسير كيبان لك بحال الصاك بحال كتلعب معاه غادي تربح كنتي خايف ما غتربحش ديما خاصك. واش كيعجبني هشام الملولي هو ولد فاس وجا تحدى ولاد كاس، هذه يعني كتبين لك راه عنده الشجاعه. هذه نقطة عجبتني وكنتمنى يكون هذا اللقاء مع هشام الملولي وتسيروا لنا شوف تي في ويكون نقل على المباشر. وشكرا كنشكر الاستاذ ديالي والاساتذه ديالي رياض ومحمد كرامي واستاذ سميره كامل كنشكرهم والتحيه للناس الكاره كاملين. وغنمثلوا ان شاء الله ناس كاره في هذا الماتش وسميتو رساله الملولي باش يقبل لنا التحدي ان شاء الله. شكرا لك عثمان. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تي في شكرا لكم على تفاعلكم وعلى تواصلكم معنا على هذا البث المباشر من مدينه الكاره. اذا متابعينا الى اللقاء في بث مباشر اخر، ونتمناو الملولي انه يقبل هذا التحدي من عند عثمان رفيق بمدينه الكاره. خاصكم واجد.